وجيم صعب جدا. الاول تحياتي كابتن خالد العوضي وضيوفه ليك. جيم صعب جدا ولكن رجاله النادي الاهلي اهل لها، هو ده النادي الاهلي، يفوز على الزمالك يمكن في اخر ثواني من المباراه ويبقى الاهلي بطل ويبقى الاهلي فوق الجميع. اولا تحيه للناس كلها موجوده في الاستوديو، كابتن خالد وكابتن هاني عبد المنعم وكابتن خالد بخيت وكابتن عمرو صابر. الحمد لله على الفوز، كان فوز صعب وماتش يعني كنا حسيناه لفتره كده ان هو راح مننا، بس طبعا احنا زي ما اتعودنا جيم الباسكت بول لحد اخر ثانيه في الملعب، يعني ما فيش حاجه اسمها انت ما خسران كام بونت او الكلام ده كله. الحمد لله يعني في الاخر كان بس ظاهر علينا التعب شويه، جيم تقيل الصراحه وكله جري ما وقفناش نعتبر طول الماتش، بس الحمد لله يعني في الاخر خلص وقدرنا نحسم الموضوع يعني الحمد لله. يوم مبروك. الله يبارك فيك. كابتن سلعوه نجم من نجوم اللقاء موفق النهارده وعملت النهارده جيم كويس قوي، مليون مبروك. لا لا كنت ماشي كويس قوي، مليون مبروك، وباذن الله بقى الفتره الجايه بقى المباريات المقبله بقى احنا عاوزين نكسب عشان ناخد اللقب باذن الله يا رب ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. انا عايز بس اسلم على كابتن خالد العوضي وكابتن هاني عبد المنعم وكابتن خالد بخيت صح وكابتن عمرو صابر، اقول لهم الف مبروك طبعا. الحمد لله رب العالمين، ماتش كان صعب قوي، الماتش كان مضغوط. الحمد لله رب العالمين اللي احنا قدرنا نكسب. المستوى النهارده ما كانش كويس، احنا كلنا كناش كويسين يعني بما فيهم انا، كناش في كلنا مش في مستوانا، بس الحمد لله رب العالمين الماتشات الكبيره دي بتبقى اهم حاجه في الرايح جاي اللي انت تكسب، واهم حاجه اللي انت تجمع النقط، واهم حاجه لان انت كل الفرق بتضرب في بعض، فانت المهم ان انت تطلع اول عشان تستريح لما تيجي تلعب الثامن اللي هو بنسبه كبيره هيبقى مصر التامين، فتستريح قدام ما تلعبش ماتش ثالث وتبقى البيست اوف فايف، تلعب تبتدي انت تاخد الادفانتج في اول ماتش وتلعب الفرقه الرابعه ما تلعبش الفرقه الثالثه، لان يعني غالبا انت لو تطلع اول هتبعد عن المفروض هتبعد عن الجزيره وهتبعد عن الاتحاد، فهو ده التارجت بتاعنا من الاول. مهم جدا ان انت في الدور اللي رايح جاي ان انت تكسب كل السبع ماتشات اللي على ارضك، ما ينفعش تفرط فيهم، السبع ماتشات اللي على ارضك ايا كان بتلاعب مين لازم تكسبهم. ان شاء الله ان شاء الله احنا عندنا ماتشين بره سبورتنج وجزيره، وان شاء الله عندنا يعتبر اهم ماتش، طبعا ماتش سبورتنج وجزيره مهم جدا بس اهم ماتش ان شاء الله عندنا قبل بطوله افريقيا اللي هنجهز بيه، ان شاء الله ماتش الاتحاد على ارضنا، وان شاء الله نوعد الجمهور الماتش ده ان شاء الله ان شاء الله اول دور 7 من 7 ان شاء الله. ربنا يبارك لكم باذن الله. ربنا يخليك. شكرا حبيبي. كابتن اسلام عادل مدرب النادي الاهلي بنقول لك الف مبروك، وفوز غالي، فوز ليه ثمن وزي ما بيقولوا. النهارده في ناس ما ظهرتش بالشكل يعني اللي طمنا كجماهير للنادي الاهلي، ولكن القادم افضل، اهم حاجه الفوز النهارده، وباذن الله نحافظ على انتصاراتنا الفتره القادمه. الله يبارك فيك يا شريف، ومبروك لكل محبي وعشاق جمهور النادي الاهلي كره السله. حته ان في ناس مش في مستواها ده طبيعي، طبيعي. انا بلعب زمالك في ملعبي، ملعبي كمان دي محترف على ما اظن. لا ما ريحش خالص يا كابتن. لا بص، هو حته ان بتلعب في الملاعب دي يعني ميزه وعيب، انت بتلعب حافظ ملعبك جمهورك وبتاع، لكن في نفس الوقت بتبقى قلقان من الخساره اكتر، يعني نوعا ما انا لما اروح العب الزمالك في الزمالك ممكن ابقى اهدى شويه، ان انا لو خسرت يعني بلعب الزمالك في ملعبه، نفس الكلام هو جاي اهدى، فده كان وضع طبيعي. جو الجمهور يعني اعضاء النادي واولياء الامور والناس كانوا عاملين جو جمهور، ودي بقى رساله انا عايز اوجهها يعني للمسؤولين عن الجمهور. بصوا يا جماعه شكل الملعب عامل ازاي والناس بتشجع من الفرقتين، والاثنين التزموا، ما حصلش اي مشكله، بالرغم من ان السكور ما فرقش، يعني الماتش ماشي ايكوال طول الجيم، يعني في ضغط عصبي والحكام شايله مسؤوليه كبيره جدا، وارد الحكام تغلط واخطات واحنا اعترضنا وهم اعترضوا، لكن ما حصلش مشكله. فدي نتمنى ان الجمهور يرجع تاني في الاهلي وفي الزمالك وفي اسكندريه وفي كل حته، لان ده اصل الرياضه. بالنسبه لجيم النهارده طبعا احنا بنلعب فريق كبير الزمالك، معاهم محترف من اعلى المحترفين الموجودين في الدوري. وضع طبيعي. انا لو مدرب ومعايا لعيب زي ده مش هريحهم. احنا دافعنا عليه كويس غالبيه الجيم، يعني في اوقات سرحنا عنه طبيعي برضه، لان هو بيعمل مجهود جامد جدا واللعيبه طبعا بتبذل مجهود جامد جدا وبنغير عليه. فوضع طبيعي اللي حصل. ان شاء الله الناس اللي ما كانوش موفقين النهارده والناس اللي بره السكور يبقى ليهم دور الفتره الجايه. النهارده احمد علي برغوته من نجوم المباراه، يعني 4 ماتشات بره السكور، النهارده بادئ ماتش الزمالك اللي احنا عندنا ثقه فيه، وهو لعيب هاين واثبت كفاءه، وان شاء الله يكون ليه دور كويس الفتره اللي جايه. الناس اللي مش موفقه عادي جدا، وارد احسن لعيب يبقى مش موفق يتوفق المره الجايه، المحصله ان احنا كسبنا وده الاهم. مليون مبروك يا نجم. الله يبارك فيك يا شريف حبيبي، تسلم حبيبي يا كابتن. كابتن هاني ده كانت لقاءاتنا، كابتن خالد دي كانت لقاءاتنا
بعد فوز النادي الاهلي على الغريم التقليدي الزمالك 70-69، وما زالت الانتصارات الاهلاويه مستمره في العام الجديد. ربنا يوفق باذن الله، ويكون النهارده فوز النهارده باذن الله يخلينا ناخد اللقب باذن الله، لقب دوري السوبر. كابتن خالد يركي كده مره اخرى، شكرا. مع كابتن احمد الجرحي وكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، لك الكلمه شريف شعبان. تحيه مجدده كابتن خالد ولضيوفك. كابتن احمد الجرحي، مليون مبروك فوزك الاول. تحياتي كابتن خالد العوضي ليك وضيوفه الكابتن هاني عم منعم، كابتن خالد بخيت، كابتن عمرو صابر، مليون مبروك فوزكم النهارده على الزمالك. مباراه صعبه ولكن تستحقوا الفوز طبعا من اول كوارتر، وانتم مركزين على يعني تخلصوا الجيم. عندكم مباراه صعبه جدا بقى مع سبورتنج يوم السبت في اسكندريه، وباذن الله باذن الله يكون الفوز حليفنا باذن الله عشان نحرز اللقب. الحمد لله رب العالمين على المكسب الاول، ومبروك علينا كلنا، علينا وعلى الاستوديو كله، كابتن خالد وضيوفه وعلى حضرتك. الحمد لله المكسب كان مهم جدا، مركز المكسب بيخليك تبقى في صداره الدوري، بطوله خاصه ديربي مع نادي الزمالك، فرقه كبيره مع محترف هايل، جهاز فني محترم بقياده الكابتن عصام، يعني بصراحه عاملين شغل ما شاء الله. الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب المباراه دي على ملعبنا، وسط مش هقول جمهورنا بقى، وسط اعضائنا واللعيبه الناشئين جماهير الزمالك كمان. بالظبط، وده اللي انا هقوله لحضرتك، ان يعني نتمنى يكون ان شاء الله المعامله بالمثل. احنا ما فيش حد جه من نادي الزمالك النهارده وما دخلش، كل الناس دخلت تتفرج على الباسكت، لان طبيعي ان اجواء الباسكت ان الناس على الاقل لو مش جمهور بتاع كوره يبقى في ناس ماليه الصاله بتشجع، وفعلا عملوا جو جميل جدا في المباراه. بالنسبه لماتش سبورتنج طبعا انت عارف كل ماتش بتخرج منه بتخرج على ماتش اصعب منه. سبورتنج في اسكندريه، انا سامع ان الجيش كسب سبورتنج كمان في اسكندريه، سموحه كسب الجزيره، الماتشات كلها صعبه جدا. احنا يعني ان شاء الله يعني هيبقى في استشفاء بكره ان شاء الله، وخميس وجمعه نتمرن ونسافر ان شاء الله عشان نلعب مباراه سبورتنج، ان شاء الله نرجع بالمكسب باذن الله. عندنا اصرار ان احنا ان شاء الله ناخد السبعه جيم قبل التوقف بتاع افريقيا، وده كان ماتش النهارده بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. دي والله ده اكبر هدف لينا السنه دي بطوله افريقيا، وان شاء الله يعني الماتش ده بالذات قلنا للعيبه ان هو ده ان شاء الله ده يعني نقطه الانطلاقه، هتبقى مباراه الزمالك، والحمد لله رب العالمين، ومبروك علينا كلنا. اليوم مبروك، الله يبارك فيك. مستمرين كابتن خالد مع النجم من نجوم النادي الاهلي.